من بريطانيا وعبر جهاز هاتف خلوي من طراز بلاك بيري، بدأ حساب لواء أحرار السنة في بعلبك على تويتر عمله، وذلك في 28 أيلول 2013 ليتم رصده فيما بعد من دول عربية. إثر ذلك تحرك المعنيون في لبنان وأبلغوا إدارة تويتر بذلك، التي أبلغت بدورها المعنيين بهذا الحساب أنهم ملاحقون من السلطات اللبنانية. تحددت الحركة من أكثر من دولة، وإنما حركة هالأشخاص ما كانت هذيك الحركة اللي عندها نوع من الخطورة بحجم التغريدات اللي موضوعها. بالإضافة إلى الموقع، تبين أن هناك اسمان لهما علاقة بتشغيله، الأول عمر الشامي، وقد أظهرت التحقيقات أن هذا الاسم يعود لمعتقل سوري توفي في سجن عدرا، والثاني سيف الله الشياح، وقد أظهرت التحقيقات أيضا أن لا وجود لشخص بهذا الاسم أو بهذا اللقب. أول شخصية تفاعلت مع الموقع ما كانت شخصية لبنانية، رغم أنها كانت عم بتشجع شخصية لبنانية. يعني السوشيال ميديا مونيتورينج اللي عمل عليهم بيّن أنه هني دايماً في أسماء وهمية. يعني هذا الحساب عاود عمله في تشرين الثاني، ولكن السلطات اللبنانية لم تعطه أهمية بسبب عدم المصداقية التي تمتع بها، إلا أن ما ذكره أخيراً عن مهاجمة الكنائس حرك المعنيين مجدداً لملاحقة من يقف وراءه. فتحنا محضر، بشرنا بتحقيق بإشراف النائب العام التمييزي، وخبرنا شركة تويتر تفيدنا بحركتهم الجديدة، وين عم يتحركوا ومنين عم بيبعثوا تغريداتهم، عمليات دخول والخروج، الأوقات، التفاصيل اللي بتهمنا أو اللي قادرة توصلنا للأشخاص الوراء هذا الحساب. رح يصير في تنسيق مع الانتربول لملاحقتهم، وإذا شيء داخلي نحن رح نهتم، وإنما هذا جرم بيعاقب عليه القانون، لأنه اللي صار أكيد سبب زعل كتير كبير بنفوس اللي قريوه. وبالإضافة إلى زيف المشغلين وأماكن التشغيل، لاحظ المراقبون لهذا الحساب أن بعض العبارات منسوخة كما هي من بيانات لحزب التحرير. الأخطاء الإملائية كانت موجودة، الجمل المقتبسة من مواقع أخرى بيّنت أنه مجموعة من الأشخاص هدفهم يمكن أكثر إثارة الزعر ما بين المواطنين. لواء أحرار السنة في بعلبك أصبح من المؤكد أنه واجه لجهة ما، ولكن يبدو أنه من الصعوبة بمكان كشفها، والهدف المنشود أصبح فقط وقف هذا الحساب عن العمل.